كيسيلوا الدموع على بنتها حيت كما كتشوفوا هي في واحد الحاله اللي صعيبه. انا كنطالب محمد السادس، انا بنتي ما عرفتاش فين هي مشرده، ما عرفتاش فين، ما كتباتش في الدار، تبات ضيعه وتبات مشرده، ما عرفتاش فين كاينه. كنطالب بهذا النداء محمد السادس، برد فيها، العصا فيها، الاغتصاب فيها، كلشي فيها. السلام عليكم جميع متابعي قناة أشطالي 24. كما كتعرفوا القناة كتصور بزاف ديال الفيديوهات لحالات إنسانية أو اجتماعية. اليوم اتصلت بينا هاد السيدة كما كتشوفوها، كنا ديجا درنا معها واحد انترفيو على الابنة ديالها، اللي الابنة ديالها مصابة بواحد المرض. لحد الآن الأم ديالها ما عرفتش هاد المرض شنو هو، كتمشي للمستشفى هنا في مدينة الجديدة ديال الأمراض العقلية. مستشفى ديال الأمراض العقلية تقريبا كتبقى واحد الشهر ولا شهر ونص، وكيعاودوا يخرجوها وكيخرجوا لها الدواء، وما كتبقى ما كاملاش 16، كتبقى 15 يوم وكتخرج. كيخرجوا لها الدواء كما كتشوفوا معنا جميع مشاهدي قناة، هذا هو الدواء. كما قلت لكم مشاهدي قناة أشطالي 24، كتمشي للمستشفى كتبقى كما قالت على لسان الأم ديالها، كتبقى فقط 15 يوم وكتخرج. كتخرج كما كتشوفوا معنا كيخرجوا لها الدواء، هذا هو الدواء، هو الدواء، ولكن كما الأم ديالها كتقول ما كتشربوش نهائيا. ودابا الابنة ديالها خرجت من المستشفى مشردة في الزنقة، ما كتباتش في الدار، ما كتشوفش الأم ديالها، ما كتشوفهاش. احنا هاد الهضرة كاملة غتقولها الأم ديالها اللي عايشة معاها هاد الحالة. حنا بغينا نوصلوا الحالة ديالها. الأم ديالها كتستعن بجميع المغاربة، كتستعن بجميع المسؤولين باش يديروا شي حل الابنة ديالها. كما كنقولوا هي في عين الشباب ديالها، خصنا ضروري نوقفوا معاها ونشوفوا معاها شي حل. درنا الفيديو الأول اللي كانت الابنة ديالها في المستشفى، اليوم عاودت اتصلت بينا حيت خرجات هذه واحد المدة، وملي خرجات نهار الاثنين، وملي خرجات دابا تقريبا أسبوع، وملي خرجات ما كتشربش الدواء كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة أشطالي. هذا هو هذا هو الدواء، والأم ديالها ما لقاش حتى باش تشري لها الدواء، شرات لها غير واحد المحسنة الله يجازيها بخير، شرات هذا الدواء. وملي شرات هذا الدواء ما كتشربوش، حاليا ما كتشربوش، كتخرج ما كتدخلش للدار، هي خايفة على مشردة في الروضة. كما كتسمعوها كتقول كتبات في الروضة، وهي خايفة على الكبد ديالها وعلى الابنة ديالها. كما حنا مغاربة كاملين، أي واحد كيخاف على خواتاتو، أي واحد كيخاف على الأبناء ديالو. غنسمعوا هذا الشيء كامل، غنسمعوا من لسان ديال الأم ديالها. والأم ديالها كطالب من المسؤولين، كطالب من جميع مغاربة باش يعاونوها، باش يشوفوا شي حل، شي جمعية، شي دار اللواء، شي أي حاجة، أي حاجة اللي تقدر يتهلاو فيها، ولا يكونوا فيها أطباء أخصائيين نفسيين باش يعرفوا الأسباب ديال باش ولات بحال هكا. حيت كما قلنا في الفيديو الاول، الام ديالها باقا حتى الان ما عرفاتش شنو هو السبب ديال هذا المرض ديالها. غنخليوكم مع الام ديالها تزيد تروي الحكايه ديالها اكثر، وكنتمناو من جميع المغاربه يعاونوها ويوقفوا معها. السلام عليكم، انا الام ديال سالة، كان ما عرفتش هذا المرض ديالها دابا شهرين هذه باش مريضه، كنعست في السبيطار 15 يوم الاول علاش خرجت جات من عند الحمام الطرفي الدور تبات في الزنقه. قولي غادي تقولك غادي عند الملك، غادي لمراكش كدور تاني، نعست 26 يوم، جات تاني قالتلك صافي غنخرج غنمشي للحمام. صحابوها زادت جاتني شال نفس الطريق، شرات لها واحد المحسنة دوها، هو هذا هو كتشوفو فيه، شرات لها شي 20000 ديال الدواء ما كتشربوش، ما كتجيش، قالت لي شرب يدي، ما كتباتش، ما كتضلش عدي، ما تفطر عدي، ما عيد تابعه بدواء ما بغاش تشربو، كتبات مشرده في الروضه في الليل من عند الحمام التركي للقنطره، تمشي وتجي، الشتا فيها، البرد فيها، العصا فيها، الاغتصاب فيها، كلشي فيها، كلشي فيها. اللي شاريه خبز يقلعوها لها الدرب، شي يقولك شوفي بنتك هبيله سايره الدواء، هي ما باغا تشرب دواء، ما باغا حتى حاجه، كدور في الزنقه كتقولك تبات في الشتا، الشتا تصبو هي واقفه لها،
في الليل كتعرض للاغتصاب مع الشمكاره، مع كيقلعوا لها الفلوس، يقلعوا لها كل شيء، شي يجرها شي يضربها. احنا مصورين الحما كله زرق، ما مشيت عاد لقيت كيقول لك ديها تي الراس، وناش غندي انا عمره؟ قالت انا الراجل جرى عليا قال لك صافي سيري دي بنتك، سيري انت وياها، انا ماشي بنتي، بنتك تكمل قاره في الزنقه، دير هذه دير الهضره. عشت مشاكل بزاف، نتمنى من القيد ومن الباشا ومن هذه يديوا الجمعيه ديال السبيطار الكبير، راه كاينه حتى مرض النفسيه والعقليه، لا الدار البيضاء ولا اي محسن ولا محسن يتكلف به. جزاكم الله بخير، راه انتم عندكم البنات والولاد. انا ما كرهتش جهدي مغلوب، ما كرهتش لي، انا ما صرت ما ندير والو، ما صرتش. هي ملي خرجت من السبيطار ما تبدلتش الحاله ديالها؟ ما تبدلتش الحاله ديالها، عاد ما زادت فيه. نتمنى من شي راقي ولا من شي محسن ولا من الباشا، نطلب من سعاده الباشا يتكلف بها. كاين الجمعيات، 100 جمعيه تبات فيها ولا تبات مشرده مع الشمكات. قتلت شي حد مشكل، قتلها هي شي حد مشكله، ما قد تضربوها في الزنقه ثاني. يقول لك سير اضرب في بنت عيد تابعه بدوايا، مشيت عند البوليس عند الروم بعد عند هي عند قنطره، قال لك عخلي بالك حدانا، احنا رادين لها البال، ما بقاش سوقنا ولا سوق قيد. وانا عيد قيدها كتخرج الطبيبة الاجتماعية، ما عرفتش انا الدرية ضم الله ومحسنين يتكلف شي حد بيا شي جمعية ولا شي حد. دابا كتعرض للعنف، كتعرض للعنف، تعرض للاغتصاب، تعرض لأي حاجة كتعرض ليها في الليل كل شيء. وكيجيو يتبروا يقول لك شو بنتك شو بنتك شو بنتك سير الدور، وما كيشوفوها تشطح في الشانطي، تحبس طوموبيلك في الشانطي، كتشطح عند الحمام التركي، يسولوا على أي واحد، مول دي سير مول الشيخ براسو، عارف القيد، عارف القيد يدوز عليه، مقدم يدوز عليه، الشيخ يدوز عليه في الطريق، البوليس كيفوتوها في الرونفو كيخليوها، حيت ماشي في الحاله ديالها. كيفوتوها البوليس وكيدوزو، حيت ماشي بنتهم، ماشي كون كانت بنتهم كون راه غيتحركوا. انا حيت ما عنديش مرا فقيره، كون كان عندي انا شي واحد خدام في المخزن ولا ببلغه ما غيخليوش بحال هكا، يقول لك بنت فلان، ولكن انا مرا فقيره. انا كان طارق محمد السادس، انا بنتي ما عرفتهاش فين هي، مشرده ما عرفتهاش فين، ما كتباتش في الدار، تبات ضيعه وتبات مشرده، ما عرفتهاش فين كاينه. كان طالب بهذا النداء محمد السادس، نطلع هاد التوجين طر، نمشي نوجهو للعامل والقيد والشيخ وكل شيء كيدوز عليه، وكل شيء عارفين، كاين العزازه، كاين كل شيء، كاينين كاين الجمعيات، ولكن كل شيء دايرو محمد السادس. عاش سيدي محمد السادس، كل شيء راه كل شيء كاين، ولكن ما كاينش ما كيتدخل. انا حنت ما عديش، كون كان عدي كون راني غنعرف في غنمشي وفي غندخل وفي غنهادي. كيدوز الشيخ يعرفها، القيد يعرفها، الباشا يعرفها، كلهم كيعرفوا، جديده كامله كتعرف. كيدوز ملي كتقول لهم شوفوا، يقول لك اخا دار سير الدور، اخا لا سير الدور، مشيت تشطح من عند الكليه طلع عند القنطره ديال الغربه، هي غاديه في الطريق شاده هذاك لاني كامل، هي غاديه الدور فيه، تمشي وتجي في الشارع. هاد النداء هو اللي كنديرو للباشا، هو القيد، القيد راه كيعرف، كيعرفها المقدم، كيعرفها الشيخ، كيعرفها كلهم، كيعرفوها. ولكن ما كاينه الجمعيه تما احدهم في السبيطار القديم، ما دخلوهاش لهم، خلينا ضيعه في الزنقه، ما كتباتش. ما عرفتش انا بنتي دابا فين زاد هاد الدواء، شاريه ليا محسنه، انا شاده قدامي، شاده الدواء الدريه ما كايناش، كيضربوها في الزنقه، خبز يقلعوها لها، حوايجها يقلعوها لها، كيصوتوها، كتمشي تجي القنطره الفوق حدا البوليس ديال الغربه، كتمشي كتجي كدور الشمكاره في الليل، باتوا سكرانين وهي وسط منهم، صافي كدور كتقول لها تعالي، كتشوفني كتهرب، دور في الشانطي تمشي وتجي، وكان غاديه لمراكش. عيت انا مع الدريه، نتمنى من محسنين ولا اطباء ولا راقي ولا اي واحد، اي واحد يتمنى ينقذ هذه البنت لوجه لله. كما كتشوفوا معنا جميع متابعي قناه اسطالي 24 جميع المغاربه، الام ديالها كيسيلوا الدموع على بنتها، حيت كما كتشوفوا هي في واحد الحاله اللي صعيبه، في واحد الحاله اللي حتى واحد ما غادي يبغي الكبيد ديالو ولا الابنه ديالو تكون في هذه الحاله. كانت وصلتنا اخبار بانها كانت غتنتحر من السكه هنايا في الدب ديالهم، كما كانوش بعض المحسنين اللي حاولوا يوقفوها وباش ما تنتحرش. كما كتشوفوا معنا الام ديالها بالدموع كتساند وكتطالب بجلالة الملك محمد السادس يتدخل، كتطالب من عامل مدينة إقليم الجديدة يتدخل، حيث كتشوف حتى واحد ما لقى لها حل، بغات ديها لدار اللواء ولا أي حاجة اللي يشوفوا من الحالة ديالها وتشافها. كما كتشوفوا معنا كاينين فيديوهات
كاينين مجموعه ديال التصاور غتلقاوهم في القناه، غتلقاوهم مع الفيديو. غنحطوا لكم بعض ديال الصور وبعض الفيديوهات اللي مضروبه اللحم ديالها زرق، بعض الفيديوهات اللي كتهرب من الام ديالها. كما كتعرفوا معنا المغاربه كاملين كاع اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو، الام ديالها في واحد الحاله اللي كتشوفوها قدامكم، واحد الحاله اللي يرثى لها. هذا نداء لجميع المسؤولين، نداء لجميع الاطباء النفسيين، نداء لجميع المؤسسات، يحاولوا يشوفوا ويساندوا هاد الام ديالها اللي هما في واحد الحاله اللي فقيره، في واحد الحاله اللي ما كلشي قدامكم، ما لقيناش شنو، ما كما كنقولوا الكلمات ما كيبقاوش يخرجوا ملي كتشوف بعض الحالات اللي بحال هكا. غنخليو لكم مجموعه ديال الفيديوهات، مجموعه ديال الصور، وكذلك النمره ديال الام ديالها، اتصلوا بها تقدروا تجيو تشوفوا الحاله ديالها. كما هي قالت مدينه جديده كامله عارفه هذه الحاله، ماشي غير الدرب ديالهم، مدينه جديده كامله عارفه هذه الحاله. وهذا هو النداء اللي كنوصلوه لجميع المسؤولين وجميع المؤسسات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.